ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، مساء الجمال عليكم مرة تانية وثالثة ورابعة وخمسة. عادي جدا يا جماعة إن أي اتنين مرتبطين يختلفوا، يعني أي حد ممكن يبص للموضوع، أي طرف منهم ممكن يبص للموضوع من وجهة نظره الشخصية، كل حد ممكن يبص من زاويته، كل حد ممكن يبقى له رأيه. بس هي المشكلة انه ازاي ندير الاختلاف، ازاي نبقى مختلفين ومع ذلك محترمين، بنحترم بعض، ما بنجرحش في بعض، ازاي نقدر ندير الخلافات الاسريه ونطلع منها كسبانين، ازاي كلنا نبقى كسبانين، لانه المكسب في الاول وفي الاخر هيتوقف عليه مكسب للاسره وبالتالي مكسب للمجتمع كله زي ما قلنا. عشان كده قررنا ان احنا نسأل اهل العلم. معانا الدكتورة نسرين كامل، الخبير التربوي ومستشار العلاقات الأسرية. اهلا بحضرتك يا دكتورة، مساء الجمال. مساء الورد، اهلا بحضرتك يا فندم. خلينا بقى نخش في الموضوع على طول. بداية قبل دخولنا في الموضوع اسمحيلي طبعا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أولا أتوجه بتحية لكل امرأة مصرية طبعاً. وتحية لكل امرأة عالمية، وتحية لكل امرأة كرمها الله سبحانه وتعالى وأعز من قدرها. ذكر الله سبحانه وتعالى المرأة 1372 مرة في القرآن إجلالا لشأنها وتقديرا لقدرها. سورة النساء من أكبر الصور، ما يعدل ربع القرآن تقريبا، ذكر القرآن الكريم للمرأة إعزازا لشأن المرأة وإكلالا لها. تحية طيبة لكل امرأة، تحية لكل نساء العالم من برنامج مساء الجمال ومن الدكتورة نسرين كامل. دكتور فضل. احنا اتفقنا انه علشان الأسرة تستقر لازم يكون في استقرار للعلاقة بين الزوج والزوجة. نرجع بقى للموضوع من أوله ونتكلم عن الاختيار. ما هو أنا لازم زي بيقولوا أصلح من تحت وأرمم من فوق. خلينا الأسر أو الشباب المقبلين على الزواج نقول لهم نصيحة إزاي تختار. أولا الاختيار لازم يكون شريك الحياة، هو من يرافق سواء زوج أو زوجة، من يرافقك طوال مشوار حياتك. يجب أن يتحلى بصفات كثيرة جدا. أولا يجب أن يكون هناك نضج ويكون حسن اختيار. عند حسن عند الاختيار يجب ان يكون في نضج وتحمل مسؤوليه لشريك الحياه. ما هو بنعرفها ازاي بقى؟ احنا يعني بنقول لبناتنا بقى، خلينا نتكلم عن الجيل الجديد اعزائي وحبايبي وجه لهم كل التحيه. تعرفي ازاي؟ يعني جالك من ترضين دينه وخلقه. عايزين بقى نعرف هو يناسبني ما يناسبنيش، هنقدر نكمل مع بعض، اخد بالي من ايه، نقط معينه مثلا في فتره الخطوبه. اولا بيبان في بدايه التعارف او في بدايه اي خطوبه او بدايه اي فتره بتبقى في مواقف بسيطه صغيره جدا نستطيع من خلال المواقف دي ان احنا نحكم على شريك الحياه. اولا يجب ان يكون متحمل المسؤوليه، هيتحمل مسؤوليتك لو خطيبته تعبت او خطيبته حصل لها مرض، هيقدر ان هو هيكون عنده صبر او يكون انسان صبور قادر على تحمل مسؤوليتها؟ هل هياخدها يعني حضرتك مع تطويل فتره طبعاً. الخطوبه ولا ايه؟ لا، المواقف بتبان من اول فترات الخطوبه، من اول ممكن تبقى في المتوسط كام يعني بشكل ممكن علمي شويه؟ ممكن بتاخد 3-4 شهور بيتضح شريك الحياه كفايه جدا بشكل كافي جدا ومستمر. بيتضح شريك الحياه جدا. طب لازم يكون عنده في الكنترول بيقولوا لي طب والراجل يختار ازاي؟ الراجل يختار فاصبر بذات الدين تربت يداك. طبعا كل الاسلام حسن او كل الاديان السماويه اشارت الى حسن الخلق واشارت الى حسن المعامله واشارت الى المعامله بالمعروف، عاشرهن بالمعروف. فالمعروف بس يا دكتور بيقول يعني انا ممكن مثلا اتعرف على نفسي الاول، بلاش استعجل، ادي لنفسي فرصه ان انا اعرف اتجاهاتي ميولي، اسيطر على انفعالاتي. يعني الاستعجال في الشباب او في البنات او في الفتيات اللي احنا كلنا مش بنحبه، يعني اعتقد ان هو بيخليني مش قادره اختار لاني انا مش عارفه نفسي كويس. احيانا اولا بيتم معرفه كل شخص، ان الانسان على نفسه بصيره، كل شخص بيبقى عارف شخصيته ايه. بس في سن هل معين. انا عصبي؟ هل انا في الشباب سواء الفتيات او سواء الشباب
في بتبقى شاب عصبي، شاب ملول، شاب ليه طموح معين، شاب ليه هوايات معينة. التقارب أو التوافق اللي ما بين الشخصين هو اللي بيجمعهم أكتر. البيئات سواء البيئة هي بتكون لها عامل تأثير مؤثر جدا في التوافق ما بين شريكين الحياة. الاختلاف البيئة واختلاف العادات واختلاف الطباع والتقاليد، هو الخلاف والاختلاف. خلينا لو احنا ممكن نقيس، لانه اكيد فتره الخطوبه مش تبقى كلها عسل، يعني اكيد هيبقى فيها اوقات اختلفنا وحسينا ان احنا في بينا اختلاف. حضرتك عندك وجهه نظر مهمه جدا قريتها لحضرتك في مقال عن ما يخص الاختلاف والخلاف، نحب نسمعها ونسمعها للمشاهدين. في فرق ما بين الخلاف وفي فرق ما بين الاختلاف. الاختلاف رحمه، الاختلاف هو عبارة عن الطريق، الاختلاف في وجهات النظر إلى أن الطريق واحد. الخلاف، الاختلاف التام، الاختلاف ده نوع من الرحمة، في نوع من الرحمة. الاختلاف نختلف وجهات النظر، الاختلاف وجهات النظر لا يفسد الود. في النهاية بيدي منظور كامل، في نوع من الرحمة، بيدي تقارب لوجهات النظر، لأن هي الطرق بتكون مختلفة إنما المقصد واحد. الخلاف هو بيكون عبارة عن أولا ما بيبقاش فيه نوع من الود، ما فيش نوع من الرحمة، بيكون اتنين ماشيين في طريق مختلفين والنهاية بتاعتهم مختلفة والطرق بتاعتهم مختلفة. طب أداب الاختلاف، يعني حتى لو اختلفنا ده بقى اللي بنادي فيه، وده بعتبره جزء كبير جدا من العبء والعنف النفسي، ان انا برضو معلش ما يزعلوش مني الزملاء في الكنترول، ان انا بشوفه دايما بيصب في العنف ضد المرأة. طبعا اكيد. فأدابه ايه؟ يعني نختلف نختلف لكن نظل نحترم بعض، نختلف ولكن بالمعروف، ما بيننا هو المعروف في الأول أو في الآخر. نحترم وجهات النظر، نحترم المصالح أو نحترم الآراء الأخرى. الخلاف لازم يكون ليه أداب، أولا في حوار، بس كده، هو الحوار ثم الحوار ثم الحوار. الحوار أظن أنه هو حضرتك من مؤيدي الحوار داخل الأسرة بشكل عام، والحوار بين الزوج والزوجة بشكل خاص. طبعا الحوار هو أول سبل حل المشكلات الزوجية أو أول سبل حل الخلافات بشكل عام. أي خلاف ما بين اثنين لازم يكون في حوار، الحوار بيكون ليه أداب. الحوار، حسن الاستماع، الهدوء النفسي، مراعاة الطرف الآخر، ما علي من حقوق وما علي من واجبات أؤديها، استماع بشكل جيد، الحديث أو الحوار بطريقة فيها مودة غير العنف. صحيح. الشديد اللي احنا بنواجهه، الإساءة اللفظية، الإساءة اللفظية او عدم التهذب في الحديث. بالزبط. الاسلوب مهذب، بيبقى فيه رفق في الكلام، في تعامل باحترام، في مراعاة للصحة النفسية، مراعاة للعامل النفسي، مراعاة للعامل الجسماني. للمرأة. ما يكون في احيانا شخص بيكون مجهد. أيوة. او شخص بيكون في حالة نفسية غير مؤهل للحديث او غير مؤهل للحوار. بالزبط. لازم بنراعي الحالة النفسية، بنراعي الحالة المرضية، بنراعي الحالة الصحية. مين بتأثر اكتر يا دكتور؟ يعني المرأة. المرأة طبعا، المرأة، لأن المرأة بكية كائن حساس طبعا جدا وكائن رقيق جدا. عشان كده الرسول وصى طبعا استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير. طبعا دي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الأبناء يا دكتور، يعني أكيد العنف الأسري زي ما قلنا إن هو يعني بيبدأ يعمل سلسلة 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 ويؤدي في النهاية للعنف المجتمعي. الأبناء بيبقى شعورهم ايه؟ وبالذات انه بعض الاسر ما بتداريش، يعني حتى زمان ايامنا احنا ممكن لما كان يحصل خلاف، واكيد ما كانش بالصوره اللي بتحصل دلوقتي بين الاب والام ومامتنا، كان بيدخلوا او كان بيبقى حوار مغلق او ممكن خارجي يخرجوا مثلا في مكان هادي، ما كناش بنحس. دلوقتي انا بشوف، معرفش نظرا للظروف بقى يعني الضيقه، اونلاين حقيقي بقى كل شيء اونلاين. انا مش عايزه بس قدام الابناء، لو الخلاف قدام الابناء بيأثر عليهم ازاي؟ الخلاف قدام الابناء بيبقى فيه تاثير لي طبعا، بيأثر على العامل النفسي للابناء بشكل سيء جدا وبشكل سلبي جدا. بيزداد عنف، العنف بيزداد عنف الابناء لدى الابناء، بيبقوا دايما عندهم في طبعا من الصوت العالي، من النرفزه، من الحوار بشكل غير لائق، بيتصدر لهم، بيتصدر العنف للاطفال، وبالتالي بينتج عنه اطفال في منتهى العنف، سلوكهم عنيف جدا، سلوكهم عدواني جدا. بينتج بعض الاطفال بتتحول الى جرائم، او بيرتكب بعض الاطفال جرائم. طفل معنف او معنف سيتحول لطفل معنف في المجتمع بعد كده؟ اكيد طبعا طبعا، ما غوري سيجنى. وطفله معنفه، وطفله معنفه، الطفل فقد الشيء لا يعطي. من نشا في اسره كل اسلوبها الحوار ليس حوار هادئ، او ليس حوار له مصداقيه، او له نوع معين من احترام النفس واحترام الذات واحترام الغير،
طفل نشأ في جو صاخب، في طفل نشأ في عنف، في طفل بالزبط. نشأ في أصوات عالية، بالزبط. طفل نشأ في عدم استخدام ألفاظ أظن غير طبيعية. بعد كده صعب بقى، يعني لو هو في البيت المرأة مش محترمة تفتكري ممكن بالعكس يحترم هو زميلته؟ بالعكس هو بيطلع عنده معقد نفسيا، بيطلع عنده سلوك عدواني وحابب ان هو يفرغ الشحنه النفسيه اللي بقت موجوده عنده وتحقير في اظن كل للمرأة. من حوله، هو لا شايفها ما بيعرفش قليلة. يتعامل مع زوجه، اه ما بيعرفش بالظبط يتعامل مع بالظبط. زميله عمل، ما بيعرفش يتعامل مع اي كائن يتعامل طب معاه خصوصا نتعلم الحوار الانثى. ازاي دكتوره؟ يعني الحوار ليه اداب بسيطه جدا، الحوار يكون يعني بسلاسه. حضرتك في ناس بتنادي باضافه ماده اسمها ماده الحوار مادة الحوار طبعا، في الحوار هو التربيه لغة والتعليم. التفاهم، الحوار بالظبط هو أبسط اسمع التأني في الحوار، هو أبسط طريقة للوصول والصبر. إلى العقول وإلى القلوب بالكلمة الطيبة. نحن ديننا الكلمة الطيبة صدقة، إذا استخدمنا الكلمة الطيبة هنوصل لمعنى طيب بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة. العنف ما بين اتنين بيولد العند، أكيد أكيد، ومشاكل يدفع ثمنها للأسف الأبناء الأبناء، هم أكثر من ونجري يدفعون بقى ثمن على الطلاق الخلافات. وعلى ارتفاع المش طبيعي لحالات الطلاق في الفترة الأخيرة وفي حاليا في الكورونا. في اكثر الكورونا في يعني المفروض الناس تبقى متحابة لا، لان وعندهم في صدام مباشر، دفء بقى في أسري. تعامل مباشر، وبقى في صدام مباشر، وبقى بدل الفترات الطويله اللي كان كل زوج وزوجه بيقضوها، الزوج في خارج شغله، الزوجه كانت في فترات التقابل بينهم كانت قليله، لا دلوقتي بقى الاحتكاك مباشر لفترات اطول، وجود الابناء في البيت بفترات اكبر بكل مشكلاتهم، كل الناس قاعدة الضغوط فاضية. بقت الضغوط على الجميع، سواء على الاب سواء على الام سواء على الاطفال، الاطفال طب مش الطلاق حل متعودين. يا دكتور؟ لا طبعا الطلاق عمره ما كان حل، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. الى انه حل، الطلاق مش حل، احنا نبدا نحل المشكله من جذورها. تبدا حل المشكلات بسلاسه، وتبدا حل المشكلات بمرجعيات دينيه والمرجعيات الشرعيه بتاعتنا، نلجا للاسره، حكم من اهله وحكم من اهلها، ويبدا في من نوع من المشكله بس النقاش. انه في السينما شوهوا دور الحما، ما بقتش الحما اللي بتتدخل علشان عايزه بيت ابنها يستقر، ما بقاش الحما اللي بتحب جوز بنتها ونفسها ترضيه باي طريقه. اعتقد اما يبقى حكم من اهله وحكم من اهلها لازم نعود تاني ان احنا نحب يعني ان البيت يستقر، مش عايزين نشوف النموذج اللي بيطلع في الافلام لانه مش اغلب احنا لا مش لا احنا اغلب مش احنا اغلب او اغلب الاسر واغلب اولياء الامور واغلب الاهل ما حدش بيحب ان يحصل فيه انفصال، لان الانفصال عاده احيانا بيكون الانفصال فيه خير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، واحيانا بيكون الانفصال فيه ناتج او ضرر نفسي، ضرر مادي، ضرر معنوي. بالظبط اول من يواجه هذا الضرر بالظبط هي المراه، بالظبط اول من بالظبط. تحمل باعباء هي المراه، اول من ينظر اليها المجتمع نظره غير منصفه وغير عادله هي المراه للاسف الشديد. إذن لا للطلاق. معانا مداخلة من الزميلة الإعلامية الجميلة أستاذة دولة عماد صاحبة مبادرة لا للطلاق، الأستاذة دولة عماد اللي مثلت المرأة المصرية بشكل قوي وشكل بارز، ومن خلال تجربتها في أنها خاضت الانتخابات البرلمانية لعام 2020. الأستاذة دولة عماد يا مساء الجمال. سعادة أهلا. عليك يا دكتورة شيماء، عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. النهاردة في يوم اللي بنقول فيه لا للعنف ضد المرأة، في اليوم ده هقول وبصوت عالي لا للعنف ضد المرأة. والحملة دي أطلقها المجلس القومي للمرأة لمدة 16 يوم. أيوه. من أو امبارح. مفترض أيوه. من 25 أيوه. نوفمبر ل 10 ديسمبر. أيوه. أنا عايزة أقول لا للعنف ضد المرأة على الدوام. صح. لا للعنف صح. ضد المرأة على الدوام. صح. وده طول السنة. طبعا كانت مبادرة أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار كوني. عايزة أقول للعنف ضد المرأة يا ريت نعدم العنف ضد المرأة، وتبقى المرأة أبهى صورها عشان تقدر تدي تقدر تعطي أسرتها بحب وبوفاء، وده بيعود على مجتمعنا بصورة رائعة. كلمينا اكتر عن تجربتك كده في الانتخابات، لان هي كانت تجربه الحقيقه فريده وجميله. حضرتك اعلاميه جميله وخضتي الانتخابات بمنتهى القوه والثبات والنزاهه. انواع المشكلات بقى اللي كنت بتواجهيها، كان في مثلا اللي عايزه اركز عليه او ابرز دوره هو دور المراه الريفيه
اللي بتعطي وما زالت تعطي وهي تعاني من التهميش. حضرتك ده كنت طبعا في مرشحة في دائرة فيها ريفيات. ايوه طبعا محافظتنا في كفر الشيخ، تمام كنت عند دايره بيلا والحمون وبلطيم، تمام وبقول ان المراه تعاني وما زالت تعاني من التهميش، وده طبعا بينعكس على الاسره كلها، لان المراه يعني هي شغاله في الريف، لا اما في الحقل لمساعده زوجها واسرتها، ده بيكون شغلها الشاغل، والجزء الثاني بيكون مهتم بتربيه الأبناء. ولكن إحنا محتاجين يا جماعة نمكن المرأة اقتصادياً قبل ما نفكر نمكنها سياسياً، عشان لأن الاستقرار. الست بتقاتل في معركة بعيدة كل البعد عن الحقوق السياسية والدستورية. وده كمان شق مهم جداً جداً جداً، الاهتمام بالمرأة المعيلة وخصوصاً أصحاب الهمم، لأن أيوة فيهم طبعاً طبعاً سيدات طبعاً طبعاً معيلات. طبعاً فالنقطة دي بتمنى من الدولة قلبا وقالما تهتم بالنساء المعيلات وخصوصا أصحاب الهمم. كتر الضغط على المرأة أستاذة دولة في النهاية غالبا اليومين دول بينتهي بالطلاق. حضرتك ليكي أنا سامعاكي مبادرة. كويس دكتورة شيماء، بعد إذنك اتفضلي. سامعاكي كويس، اتفضلي اتفضلي يا فندم. كتر الضغط على المرأة وهي الطرف الأضعف بيؤدي في النهاية إلى انتشار ظاهرة الطلاق. حضرتك عندك مبادرة شهيرة أطلقتيها من خلال شبكة إعلام المرأة العربية، اسمها مبادرة لا للطلاق. كلمينا عنها وعن تأثيرها في المجتمع من فضلك. والله يا فندم مبادرة لا للطلاق، احنا طبعا زي ما بنقول وقلنا مرارا وتكرارا ان هي تصب او بتركز ان احنا مش عاوزين نسبة الطلاق المرتفعة الموجودة بكثرة في الوطن العربي، مش هقول في مصر. وليا برضو تعليق بسيط، ان كل ست عربية تقدر تكون باحتوائها لبيتها وباحتوائها لاسرتها وبتفهمها للمشكلات، وان في كل حياه مشاكل لا تخلو حياتنا من المشاكل والضغوط نظرا للحياه الاقتصاديه اللي احنا فيها وغيرها، ولكن احتواء المراه هو بيكون سبب نجاه الاسره بالكامل، لان هي مش هقول العمود الفقري أو, او او اساس الاسره، لا ده هي اساس الاسره. لو صلحت خلاص عدينا البر الامان ان شاء الله يعني. وإن لذلك شاء الله احنا كنا لسه مع بعد اذنك يا دكتور مع الدكتوره نسرين كامل بنتكلم عن حاجتين، الاختيار الصحيح من الاول من البدايه عشان ما نجيش في وسط الطريق نقف ونلجا للطلاق طبعاً. اللي بيترتب عليه طبعاً. مشاكل طبعاً. كبيره في عند الاطفال وفي المجتمع، وتاني حاجه الحوار يا دكتور. كنا بنتكلم دلوقتي برضو دكتوره نسرين كامل عن اهميه الحوار. دكتوره دوله عامله مبادره لا للطلاق، ايه رايك فيها؟ اوافقها، وتحيه كبيره ليها، اهلا بيها وتحيه ليها، وتحيه لكل مراه تحاول ان تصلح في المجتمع. المرأة عماد المجتمع والمرأة عماد الأسرة، وإذا صلحت المرأة كما أشارت دكتورة دولت صلحت الأسرة وصلح المجتمع. تحياتي لها، نتمنى أن نصل بالمرأة إلى بر الأمان، نتمنى أن نصل بها إلى طريق الصلاح والإصلاح حتى تستقيم الأسرة وحتى ودور تستقيم الإعلام. المجتمع ودور الزميلة العزيزة الجميلة دكتور دولة عماد، دورها سياسيا أهو في الانتخابات ودورها في مبادرة لا للطلاق. كل الشكر ليكي عزيزتي وزميلتي الغالية دكتورة دولة عماد، ونتمنى بقى لقاء لوحدنا كده بقى نتكلم عن مبادرة لا للطلاق في أقرب فرصة إن شاء الله. تحياتي ليكي ومساء الجمال. كل الشكر لزميلتي الإعلامية. نعود مرة أخرى للدكتورة نسرين كامل استشاري العلاقات الأسرية وخبيرة التربية. العنف الأسري يا دكتورة، حضرتك كملي كده، العنف الأسري سينتهي لما؟ بالحل السلمي، بالحوار السلمي، يعني بالوصول الحوار. إلى توافق في الرأي وتوافق في الأخلاق وإلى رحمة ما بين الزوجين. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا بينكم مودة ورحمة. خلق الزواج وشرع الزواج أصلا لعمار الكون. على أساس الأساس فيه هو الرحمة والتعامل الحسن والمصادقة والمصارحة والمودة واحتواء الشريك.
بعض الشباب خصوصا في الفترات الأخيرة بسبب فقد نوع من الدفء الأسري أو الحوار الأسري، كنا بناخد الفكرة أو كنا بناخد المعلومة أو كنا بناخد التربية من الآباء ومن سبقونا. مع السوشيال ميديا بقى، أنا عايز حضرتك تكلميني عن السوشيال ميديا دي، أصل هي بقت مغيرة كل حاجة في كل حاجة طبعا أكيد. وبقت محشورة في كل الثقافات حاجة، الثقافات دخيلة وهي ثقافات مختلفة، أثرت على علاقة الزوج وزوجته أو أثرت على علاقة الأسرة عموما ببعضها إزاي، سلبي ولا إيجابي؟ أصبحت في فجوة كبيرة ما بين الزوج وزوجته وما بين الأسرة وبعضها. كل واحد ماسك كل طفل عالم. كل شخص، كل فرد من أفراد الأسرة ليه العالم الخاص بتاعه وميوله الخاصة بيه. الأطفال هتلاقيهم قاعدين على التليفونات بيلعبوا البلاي ستيشن وبيلعبوا الجيمز على في شحن يا دكتوره، يعني تلاقي المواقع النسائيه اعملي فيه المميز والمواقع على يعني افتح كده موبايلي وموبايل زوجي يعني اضحك، يعني هنا شحن ايجابي طبعا، هنا شحن ده وهنا شحن، فريق مؤيد وفريق معارض، فريق نسائي وفريق رجالي، وبين الكل ما بقاش فيه مصداقيه. كل الزوج احيانا يكون الزوج مقهور في الاسره او احيانا تكون الزوجه مقهوره في الاسره، وبالعكس ده هي بدل ما بتنصحك هي بتعطي بتعطي نصائح سلبية مش بتعطي بمصداقية، في عدم مصداقية. العالم الافتراضي الكبير اللي هو عالم الفيسبوك أو الإنترنت عالم أثر سلبي، أثر سلبي، أثر سلبيا بنسبة كبيرة، أثر سلبيا بنسبة كبيرة جدا، مما تسبب في العنف الأسري، الطلاق، الخيانات الزوجية، الخيانة الإلكترونية، الإلكترونيك جيمز، في حاجات كتيرة جدا، في الهاكرز الموجودة ده نفس الكاريكاتير. تبصي أنا ببص بقى في مثلا زوج وزوجته، ألاقي كاريكاتير هنا معمول على الستات نفسه، معمول هنا صغيرين الكلام، احنا بقينا فريقين صغيرين الكلام وعاملين أهل الزمالك. عايزين روشتة بقى، عايزين روشتة علمية ان احنا ازاي نختلف. ممكن نختلف ولازم اكيد هنختلف، بس عايزين نختلف ونعيش سعادة، عايزين نختلف والاسرة تبقى سعيدة، عايزين نختلف من غير ما نجرح بعض ونسيب اثر ممكن يعني ياخد سنين طويلة قوي علشان يخلص، وعند بعض الناس ما بيخلص. ازاي نختلف ونفضل محافظين على السكينة والمودة والرحمة؟ اولا التواصل الجيد بقى. التواصل الجيد ما بين الشريكين. اولا كل طرف يعني او كل طرف يجب ان يضع في حسبانه ان الطرف او الشريك الاخر له احترام للراي، له ميول خاصه تحترم، له خصوصيات تحترم. بعض الزوجات او بعض الازواج بيكون في نوع من الانانيه في التعامل، الزوج لا انا افرض ارادتي، افرض ما اريده، افرض طباعي، افرض سيطرتي. لا، هي مش سيطره، هي مش حرب، احنا في اسره كامله، الاسره لازم يكون فيها ود في التعامل، يكون فيها تكامل، ابص للدور انا عارف ازاي. الدفء بتاع زمان، انا لما بشوف الافلام الابيض واسود انا بحس بالدفء الاسري، يعني انا مش عارفه ليه احنا افتقدنا العالم الاسري، افتقدنا القعدات الاسريه، افتقدنا الحوار ما بين الاطفال، ما بين الكبار، ما بين الاجيال، ما بقاش في اطفال. لما كانت فرحه اي طفل صغير ان هو بيروح يزور الجد او الجده وبيت اليوم العائلي او الاقارب او الاهل او الاصدقاء. فترة الانترنت وفترة السوشيال ميديا عملت تباعد اجتماعي تام ما بين افراد الاسرة ومن افراد العائلات. اذا ما بقاش كمان في ترابط. انسانة، انا نفسي اقول يا جماعة انه المرأة انسانة، يعني بتشعر وبتتألم وبتطفي، يعني المرأة كائن حساس، ممكن الحزن حقيقي وبدون مبالغة يقتله، يعني ممكن في ستات بتموت، وده مش انا اللي بقول، ده الاحصائيات منظمه الصحه العالميه، في ستات بتموت من الحزن طبعا ومن القهر، لان هي الانثى او المراه هي الاكثر تضررا لانها الاكثر حساسيه والاكثر عطاءا، فبتبقى عايزه كل الاعباء، كل الاعباء بشكل خاص. ده من زمان يا دكتور، يعني من 3500 سنه. بصي حضرتك معانا كده من 3500 سنه. الراجل ده مين بقى؟ ده الحكيم آني. الحكيم آني ده حكيم مصري عاش قبل 3500 سنة، يعني في الأسرة 18، 3500 سنة نحط عليهم 2020 سنة يبقى 5000 سنة. ساب وصية لابنه على جدار المعبد زي ما احنا شايفين كده، ووصية لأبنائه اللي هو احنا على الجدران. قال لابنه: إذا كنت تبحث عن الحكمة والسعادة أحب زوجتك، حس بألم زوجتك قبلها لأنها أم أطفالك. إذا جعلت زوجتك سعيدة ستسعد أولادك وتعتني بهم.
اخر حاجه انت مسؤول عن زوجتك امام الله، فكن لها ابا واخا وشريكا وعاشقا حنونا من 3500 سنه. دي قوانين، قوانين قوانين ما أسمناها التاريخ. دي روشتة. دي روشتة. نرجع للروشتة الربانية الإنسانية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حضرتك في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، عايزين جملة بقى كده تقوليها للرجالة، جملة علمية نختم بيها كده بقى تفضل حلقة في ودنهم. اهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال استوصوا بالنساء خيرا. أوكي، المرأة عامل زوجتك كما عامل الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة فقد كانت أحب الناس إليه، عامل ابنتك كما كان يعامل السيدة فاطمة الزهراء ريحانة الرسول وأم أبيها، تعامل مع المرأة على إنها قارورة، قارورة يمكن أن تكسر بمنتهى السهولة، القارورة إذا فتحت فقد تفوح لك بعطور الجنة. المرأة أمانة دكتور، المرأة أمانة، المرأة إنسانة، المرأة تشعر، المرأة تستطيع أن تسعد، المرأة تستحق كل التحية والتقدير، على أكتاف المرأة يبنى المجتمع. أعزائي المشاهدين سعدت بيكم جدا، مساء الجمال عليكم، استنوني الحلقة الجاية إن شاء الله. شيماء عماد الدين، تحياتي.